سدة يصيد له واحدة يكفي. ويونس يونس يتوغل يتوغل ماشي خطرة خطرة يا جول 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 للمنتخب العراقي. قلنا يا يونس ارجع لي ورا، قلنا يا يونس ارجع لي ورا، ومن ترجع لي ورا تصير الأهداف. هذا واحد، وبعد الحبل على الجراب واحد بالدقيقة 66 من عمر المباراة، بالدقيقة 66 من عمر المباراة يونس محمود يسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي. شوف لما اندفع المنتخب الاندونيسي وإجا بساحة لعب المنتخب العراقي كرة عكسية ولدت ضغط ولدت هدف أول، وسرعة يونس محمود خبرة يونس محمود والهدف الأول لمنتخب العراق الوطني. حلوين حلوين يا أسود، حلوين يا أسود، رغم أن أنتم سيطرتوا على المباراة لكن التسرع اللي حال دون التسجيل الآن هذا هو المفتاح. أول الأهداف والحبل على الجرار، كنا يصير أربعة إن شاء الله. واحد منتخب العراق لا شيء. شوف اندفعوا الاندلسيين اجوا ساحة لعب المنتخب العراقي انسلقة الثرة. احنا نلعب ونلعب ندافع من الوسط ننطي مجال للمنتخب الاندونيسي ان يدافع في منطقته. هدف اول، هذا هو الهدف رقم 46، هدف اول رقم 46 ليونس دوليا، والهدف رقم 4 في عام 2013. عام 2006 سجل 8، عام 2000